طيب حقيقة انت يفترض انه انت تخلص البروبوزل بعد ما تسلمني المسودة، ان شاء الله حنبدأ في البرزنتيشنز، بس لازم انا اعطي لك يعني شوية توجيهات بخصوص البرزنتيشنز، تمام؟ فبدي اعطي لك بعض الاساسيات بخصوص تحضير البرزنتيشن تبعك. طيب اول حاجة لها علاقة بالتايمينج، تمام؟ طبعا الوقت اللي انا هحطي لك اياه وقت محدود، هعطي لك تقريبا 20 دقيقة تعمل فيه برزنتيشن للمشروع تبعك، فبالتالي بدك انه انت تضبط البرزنتيشن، توقيت البرزنتيشن تبعك بشكل صحيح. كيف بدك تضبطه؟ في قاعدة معروفة اسمها 10-20-30. ايش هي هاي القاعدة؟ هي بتقول انه العشرة سلايدز تاخذ 20 دقيقة لو كان حجم الخط فيها 30 بوينت. انت حجم عندك حجم الخط بالبوينت الفون سايز، تمام؟ لو كان حجم الخط 30 وكان عندك 10 سلايدز تاخذ 20 دقيقة، لانه انت سلايد زي هاي انه المحتوى تبعها بسيط، تمام؟ في عندك سلايد تانية بيكون فيها عندك نصوص كتيرة بتاخذ وقت اطول، او فيها نقاط كتيرة بتاخذ وقت اطول، فبالتالي هاي انه السلايد الواحدة قديش بتطلع؟ دقيقتين. طبعا هذا الكلام صحيح انه مجرد انه قاعدة اقتراح، يعني انا بالنسبة لإلي انه عادة انه يعني بالمعدل تبعي انه انا بخلص السلايد في دقيقة 60 ثانية، ممكن ازود شوية ممكن انقص شوية حسب المحتوى الموجود في السلايد. فانت ايش بدك تسوي؟ بدك تيجي تحسب، انا والله حاعطيكم 20 دقيقة الكل 20 دقيقة 20 دقيقة قديش راح تكون عندنا سلايد في المعدل؟ يفترض انه تكون عندك 20 سلايد 17 سلايد عشان تلحق تخلص، لانه انت عندك اسوأ حاجة في الموضوع انه وقت البرزنتيشن يخلص وانت لسه مش واصل لسلايد الرابعة، هذه مشكلة بالنسبة بتكون فشلت في البرزنتيشن. وانا مش حاعطي لك وقت لانه احنا في عندنا سكيجول وبدي انا اعمل برزنتيشن، يعني المحاضره الواحده اعمل فيها برزنتيشن لمجموعتين، وحنزنك في الوقت كمان، حنحتاج يعني اخر اسبوع قبل الامتحانات النهائيه حنعمل يوم مكثف، حنعمله يوم كله برزنتيشنز عشان انه احنا نلحق نخلص. فخلاص انت بدك تلتزم بالوقت المحدد، تمام؟ واضح؟ فهنا خلي بالك من التايمينج. هل في قاعدة أو guidelines تاني غير هذه؟ في guidelines تاني، واللي بحكم في الموضوع البراكتس انت عندك، انه انت تقدر كل سلايد قديش بتاخد منك دقيقة، ساعتها بتقدر تحسب الوقت. انا عندي 31 سلايد، هل حتاخد 31 دقيقة؟ لا، في سلايد حتاخد نص ثانية، في سلايد نص دقيقة، في سلايد حتاخد دقيقة، في سلايد حتاخد دقيقتين. فبالتالي هنا احسب حسابك كم سلايد بدك تعمل. من خبرة في المعدل لا تتجاوز العشرين سلايد، ما تتجاوزش العشرين سلايد في البرزنتيشن تبعك، تمام؟ طيب حقيقة بدي أحكي لك شغلات، أنت يفترض تعمل البرزنتيشن عشان توصل فكرة، عشان توصل فكرة المشروع تبعك، فبدي أحكي لك شغلات من علم الإدراك، من الكوجنيتيف ساينس، بحيث أنه أنت تعرف كيف تعمل البرزنتيشن وكيف تحضر السلايد تبعك. هجيت اهم نقطة هنا انه انت بدك تعطي الكمية المناسبة للمعلومات. انا ممكن في دقيقتين او في دقيقة اشرح شو معنات الذكاء الاصطناعي، وممكن اضلني ساعة، وممكن اضلني فصل كامل كورس كامل اشرح الذكاء الاصطناعي، تمام؟ فبالتالي على حسب الاودينس اللي عندي. انت المشروع تبعك مبني على الذكاء الاصطناعي، تمام؟ وفي ناس ما بتعرفش ايش يعني الذكاء الاصطناعي، بيكفي انه انت تعطي التعريف بشكل بسيط، انه يعني على قدر المعلومات اللي موجوده عندهم او الخلفيه اللي موجوده عندهم. ضلكش تحكي بشكل موسع على شغله انه ما فيش داعي لها، فبالتالي اعطي القدر الكافي للمعلومات بخصوص كل نقطه. نقطه ثانيه تحتاج انه انت توسع فيها شوي، تمام؟ فهاي الشغله بدك تخلي بالك منها، انه في شغلات لا ما تقضيش فيها وقت، انه انت بدك تحكيها يعني كل شغلة ممكن احكيها زي ما قلت لك في نصف دقيقة، وممكن احكيها في ساعات،
فأنت بدك تحدد الكمية المناسبة للمعلومات اللي أنت بدك تحكيها لكل نقطة. طيب الشغلة الثانية، إحنا في علم الإدراك بدك تخلي البيانات أنت عندك يعني منفصلة عن بقية الأشياء أنت عندك. لو أنا بدي أعرض بيانات أو بدي أعرض شغلة، تمام، تعرضش بيانات أنت عندك جوا سلايد زي هيك، خليها بشكل منفصل. لأنه علم الإدراك بيقول إنه أنت البيانات هذه إنه أنت تقدر تلاحظها، لو كانت موجودة في نص مش هتقدر إنه أنت تستوعبها. لكن لو أنت حطيتها بشكل منفصل، كيف يعني بشكل منفصل؟ على شكل فيجر زي هيك، آه بقدر إنه أنا أستوعب. لأن الوظيفة تبعتك إنه أنت تعمل سلايدز وتوصل المعلومة يستقبلوها، مش تلاقي اللي الاودينس اللي حاضرين مش مركزين معاك او مش مشدودين بسبب انه انت بتوصلش المعلومه بشكل جيد او بتشرحش المشروع تبعك بشكل جيد. تمام، عاده لا تتجاوز 4 نقاط في كل سلايد، تجنب انه يكون في عندك اوفرلود. في ناس العاده تبعتها انه السلايد بتحط فيها 10 نقاط و12 نقطه، حشيها، زغر الخط وحشيها. هذا كلام في علم الإدراك مش صحيح بالمرة. السلايد هذه معناته بالنسبة للحضور طلعت out، مش رح يستوعبوا منها ولا شيء. لو أنا عملت زي هيك، أنت ممكن تتصرف زي هيك إنه أنت بسبب إنه أنت ما عندكش وقت، بسبب إنه أنت بدك تحشي أو أنت مش حافظ أو مش فاهم الموضوع اللي أنت بدك تحكيه، فبدك تضطر إنه أنت كل شوية تطلع على السلايد، لازم النص يكون مكتوب قدامك. لاحظ انه انا بس انه هاي النقطه هي مذكوره امامي وهيني قاعد بتطلع عليك وقاعد بشرح وعارف انا ايش اللي بحكيه، لانه انت مش جاي تقرا سلايد، انت جاي بدك تحكي عن المشروع تبعك. فمجرد انه بس بوينت صغيره ما فيش داعي كل النص يكون مكتوب هناك على السلايد. وصلت الفكره؟ واضح يا شباب؟ تمام. استخدم الجروبينج عشان توصل المعلومه، زي الكلر والسايز عشان انه انت تعمل اسوشيات لافكار معينه. ودي لك مثال على هاي الشغله، مثال على هاي الشغله اللي هي الريس كونديشن. طبعا في منكم اخذ نظم تشغيل، صح؟ والريس كونديشن هذا ممكن تكون فاكره وممكن تكون مش فاكره. تمام، هيك انت عندك جمله كاونتر بلس بلس، وهنا عندك كاونتر ماينس ماينس. عشان اورجي لك التداخل اللي ممكن يصير، انه هذا الكود انا بدي افرطه، هذا هاي ليفل انا رحت فرطته او جبت اللو ليفل تبعه الاسمبلي لانجويج. وهنا نفس الفكره، وانت في عندك تو بروسيس، عندك عمليتين شغالات انت عندك في النظام، واحده بتعمل بلس بلس وواحده ماينس ماينس على نفس المكان. هل بيصير في كوربشن؟ ايش يعني كوربشن؟ انه انه القيمه النهائيه للكاونتر هل بتكون فعليه ولا انه لا كوربتد؟ فبالتالي عشان اوصل انه بيصير فعلا كوربشن لو صار في تداخل في العمليات، بروح بجيب لك انه هاي البروسيس الاولى نفذت هاي، وعندك هنا 1 2 3 وهنا 1 2 3 نفذت 1 و2 من البروسيس الاولى، ونفذت 1 و2 من البروسيس الثانية، بعديها نفذت 3 بروسيس الأولى و3 البروسيس الثانية. تمام؟ أنت فعلياً عملت كاونتر بلس بلس وماينس ماينس. لو كانت الانيشال فاليو أنت عندك 5، القيمة النهائية المفروض تكون عندك قديش؟ 5. ليش؟ أنت عملت بلس بلس وماينس ماينس، زودت 1 ونقصت 1، فبالتالي القيمة بتضلها القيمة النهائية الصحيحة بتضل 5. لكن تعال انت تطلع هنا القيمة النهائية قديش؟ 4. يبقى corrupted ولا مش corrupted؟ corrupted. شفت انا كيف يعني انا اللي بدي اوصل لك اياه؟ شفت كيف انه استخدمت الالوان عشان انا اوصل لك الفكرة؟ هذه مهارة في البرزنتيشن انت ممكن تستعين فيها. وصلت الفكرة؟ تمام، انه هاي البروسيس الاولى التعليمات تبعتها باللون الازرق، والبروسيس الثانيه هذه التعليمات تبعتها باللون الاخضر، وهنا بجيب لك كيف بيصير في تداخل. هاي ازرق ازرق، اخضر اخضر، ازرق اخضر، بيؤدي انه يكون في عندك كوربشن في الفاليو. تمام،
طيب قواعد بخصوص التكست بخصوص النصوص اللي بحط باراجرافز البرزنتيشن تبعه بيطلع اوت. هذا برزنتيشن بوينتس بتحط نقاط، مش تحط لي الباراجراف زي ما هي. البرزنتيشن مش مجرد نسخ ولصق للبروبوزل. شو الفائده؟ طب ما انا بقرا على البروبوزل، شو الفائده انه انت تعمل لي برزنتيشن لإله؟ تمام، يكون في زي انتروداكشن خفيفه للبرزنتيشن. ثواني بس عشان مين كان بده يسال؟ مين اللي كان بيقول احنا ممكن نحط باراجراف؟ مين كان بده ممكن نحط باراجراف لا مستحيل. الانترودكشن بتحطها على شكل بوينتس، يعني البوينت الاولى انت بتحكي فيها على عدد مستخدمي الهواتف الذكيه، البوينت الثانيه انت بتحكي على البرامج الخدماتيه، انه زي هيك انت بتحكيها كبوينت. وزي ما انت شايف انه هاي افويد باراجرافس، هاي النقطه موجوده وهي قاعد بحكي بس رد بس رد بس رد. هذا الكلام من وين انا جايبه؟ جايبه انه انت يفترض يكون في عندك تحضير او من البروبوزل تبعك انه انت حكيه، لكن انه انت تحط لي اياه زي ما هو هذا بطل البرزنتيشن. تمام؟ عشان هيك انا حقول لك بعد هيك اللي بيجي بحط لي باراجراف وبقعد يقرا فيها خلاص هذا صفر البرزنتيشن، انت يعني قضيت على البرزنتيشن تبعك. خلي بالك. تمام؟ استخدم حط حجم الخط المناسب بحيث انه اخر واحد هناك تمام يقدر يشوف. اخر واحد هناك شايف؟ واضح؟ وانت لو قلت غير هيك يعني ما تمام. بدك تتجنب انه الداتا او التكست اللي يكون عندك في الـ في الـ في في, في السلايد تكون مضغوطه، انه انت تحاول انه انت تضغطها. انت بدك تحكي على نقاط كثيره في سلايدز واحده، يا اخي استخدم سلايد ثانيه. لو المعلومات اللي انت بتحكيها انه مهمه افصل النقاط على تو سلايدز، تضغطهاش حرام عليك. تمام. هجيت الاوردينري تكست، النص العادي تعملوش كابيتالايزيشن. كابيتالايزيشن هذه شغله كتير مزعجه تمام اوفنسيف، يعني تعتبر في بعض الاحيان. يعني على سبيل المثال انه عشان اوضح لك انه كيف يعني انه اوفنسيف، يعني ممكن انا احكي لك جو اواي. تمام، ممكن انا اعمل لك زي هيك. هاي معناها زي كانه انا يعني بعيط عليك او بصرخ عليك انه روح من هنا. عملت لك اياها كابيتالايزد. فالكابيتالايزد انه انت بتحاول تشعرني انه هذا النص كتير مهم او انه اوفنسيف نوعا ما، فبالتالي انت بدك تحاول تتجنبه. يعني انت بدك تحكي شغله مهمه انه حاول تستخدم الكلرز والجروبينج زي ما انا وريتك، لكن الكابيتالايزيشن لا بلاش. تمام، هذه شغله اوبشنال انه انت ممكن توزع هاند اوت. ايش هو الهاند اوت؟ انه انت عارف في الـ في الـ في الـ في الباوربوينت انه انت ممكن تطبع هاند اوت للسلايد، انه بتكون في عندك ورقه زي هيك بتطبع لك اياها. تمام، انه هاي سلايد وهي سلايد، وهنا بيكون في عندك خطوط فاضية عشان تكتب الملاحظات تبعتك. أكيد شفتها يعني إنه بطريقة ما لما أنت حاولت تطبع السلايدز. هجيت هذه أنت ممكن تطبعها وتوزعها على الحضور، وهذه بتكون مفيدة أنت لما بدك تأخذ فيدباك منهم إنه في السلايد رجع لي على السلايد الفلانية أنت حكيت كذا كذا كذا، كيف عملتها؟ فهذه أنت لو كنت معني بشكل كبير، لو انت كنت قدام لجنة تحكيم او لو كنت قدام لجنة بتقيم المشروع تبعك وحابب انه انت تاخد منهم فيدباك، ممكن انت توزع عليهم. يعني حركة كويسة انه انت تعملها توزع عليهم هاند اوت. احنا بالنسبة لنا هذه الشغلة مش مطلوبة. بدك تعملها؟ لا ما فيش علامات. تمام؟ طيب اللي بيستخدم مؤثرات صوتية في السلايد تبعته حيرسب في البرزنتيشن. انت جاي تحكي الفكرة الأساسية في المشروع، مش جاي تشتت انتباهي. تمام؟ في مقولة مشهورة معروفة، إذا انت مش قادر تقنعهم ادوشهم، أو يعني confuse them. يعني if you can't convince them confuse them.
إذا مش قادر تقنعهم أعملهم تشويش، شتتهم. كيف أنا ممكن أشتتك؟ أنا واحد فاضي ما عنديش علم إنه أنا أدي لك إياه، بروح بحط لك سلايدات مزركشة وملونة، وإنت يعني ممكن بعلم الإدراك تبعك تسرح، والله هذه الرسمة اللي موجودة في الخلفية حلوة كتير، من وين جابها؟ والله المؤثرات الصوتية، هذا الصوت أنا سمعته قبل هيك، استنى بدي أركز لما ينقل على السلايد الجاية أركز فيه، أعرف هذه إنه جايبه من أي مقطع. شايف كيف بتشتت الانتباه أنت؟ بتشتت الانتباه عن إيش؟ عن وظيفتك الأساسية إنه أنت تعمل بريزنتيشن للمشروع تبعك، تمام؟ إيش؟ المؤثرات هذه التأثير تبعها سلبي مش إيجابي. اللي بريزنتيشن تبعه فاضي بيستخدم مؤثرات، تمام؟ نو ترانزيشن افكت، عارف الترانزيشن افكت؟ السلايد بتيجي بتختفي هيك وبتيجي السلايد الثانيه بتروح بتعمل بتفتح لي زي الورده، تمام؟ هذه كذلك اللي بعملها حيرسب بالبرزنتيشن، تمام؟ انت عندك كذلك التشيزي ايمج. ايش التشيزي ايمج؟ تشيزي انتوا لما تكونوا عاملين بيتزا في البيت، تمام، والنوع الجبنه اللي انتوا حاطينها من النوع اللي بتمط، وتكون البيتزا لسه طالعه من الفرن جديد يعني زي هيك، وتيجي تاخذ واحده، ايش بتصير؟ انت عندك الجبنه بتصير ممطوطه، صح؟ فبالتالي الهدف الموضوع انه انت تحط لي صور ممطوطه في السلايدز او حتى في البروبوزل، هذا شيء ممنوع. يعني انت عندك الصوره انه الدقه، انه هي الدقه تبعتها او الكواليتي تبعتها انه الحجم تبعها صغير، عشان بدك توضحها في السلايد بتروح بتكبرها بتتشوه، تمام؟ هاي مع صور ممطوطه ممنوع. ممكن طالما انت ملتزم بال20 دقيقه ممكن. طيب انا شايف ان احنا نتوقف هنا، تمام، عشان انه المحاضره الجايه نستأنف الموضوع هذا.